فللأسف بعض الناس يتصلون أحيانا يسألون يقول يا أخي من بدأت الحمد لله أواظب على الصلوات أقوم الليل وأصوم أحيانا، يقول ما تغيرت حالتي، أجد كذا وأجد كذا. حتى بعض الناس وش يقول؟ يقول الآن الحمد لله من بديت أواظب على صلاة الفجر تصير لي مشاكل في النهار في اليوم، يحصل لي حادث يحصل ما كان أول، يقول ما كان يمر علي أول. هذا طبيعي، اللي يفسر هذه الأمور بمثل هذه الطريقة يعرف بأن الشيطان له دور كبير في أن يرجعك إلى الخلف وإلى الوراء، ويحاول جاهدا أن يخرجك من هذه الدائرة ومن هذه المظلة، المظلة الإيمانية. ولذلك أصمد واثبت. وابن عباس كما سيأتي معنا لما قال له رجل إني أجد كذا وكذا، فكان ابن عباس يتبسم يقول وجدتم ذلك؟ طبيعي، يعني طبيعي. غير الطبيعي إن ما يمر عليك مثل هذه الوسوسة أو مثل هذا القلق أو مثل هذا الفزع أو مثل هذه الهمزات، هذا غير طبيعي. فكما يعني قال ابن عباس يعني ما من أحد إلا ويمر عليه مثل هذا، والمعنى بأن الإنسان ينتبه لمثل هذا ويثبت على يستقيم على الطريق مثله. وهذا يدلنا على أن الشيطان قد لا يسلم منه أولياء الله عز وجل، قد لا يسلم منه أولياء الله. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام ماذا قال؟ قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمواقف كثيرة من الشيطان، لكن الله تعالى نصره عليهم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاءت يعني ما يفيد هذا في أكثر من مقام وفي أكثر من حدث، على أن الشيطان يحرص على إيذاء أولياء الله عز وجل والعلماء والصالحين.